السلام عليكم. غادي نشارك معكم اليوم شوربه العدس اللي معروفه في الدول العربيه. كتجي زوينه وخفيفه، مختلفه تماما على العدس اللي كنصايبو حنايا. كنحتاجو هذا العدس الاحمر، هو غادي يتبدل اللون ديالو ملي غيطيب، ما غيبقاش احمر. عندي هنايا 300 غرام ديال العدس، عندي جوج ديال الجزر قصصتهم طريفات صغار، عندي بصله كبيره طحنتها او شلتها هكا صغير وقسمت على جوج. النص غنديرو في الاول يتشحر مع خيزو مع الثومه، نطيبو به الصبه، والنص الاخر غادي نشحرو هو والثومه في زيت العود، وغادي نديرهم في الاخر ملي تقرب الطيب. غادي ناخذ هاد جوج ديال الصوص، غادي نقطعهم هكايا، هادو غادي يتشحروا مع خيزو مع العدس، غادي يطيبوا في الاول. غادي نزيد وحده، وهادو غنقطعهم شويه صغير، وغادي نحمرهم مع هاد البصله. كيف قلت نحمرها بزيت العود، وغادي نزيدها في الاخير ديال لاسوب قبل ما تطيب. غادي نحتاج شويه ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الكركم، وجوج معالق كبار ديال الكمون. هاد الصبه كتبغي الكمون بزاف، وغنحتاجو بطبيعه الحال زيت الزيتون زيت العود. اولا سخنت زيت العود، غادي ندير هاد البصله والثومه يتشحروا مزيان. دابا غادي نزيدو الجزر ونزيدو العدس حتى هو. نزيدو الملح والكركم، معدنوس، الكمون غادي نخليه شويه منه نديروه من بعد ملي نقربو نطحنوها. انا غادي ندير مرق الدجاج والماء. الا ما كانش مرق الدجاج تقدروا تعوضوه بالكنور ديال الدجاج او ديال النسمه وصافي. انا درت كيف قلت 300 غرام ديال العدس اللي هي 1 كاب النهار، غادي ندير تقريبا 5 ديال الكابس ديال السائل. دابا درت جوج ونص، غادي نزيد جوج ونص ديال الماء. غنزيد شويه، غادي تحتاج واحد نص ساعه باش طيب هاد لا سوب. غادي نغطيها ولكن مره نحرك باش ما يلصقش ليا داك العدس. ودابا غادي نمشي كيف قلت، غادي نقلي هذيك البصله ودوك جوج فصوص ديال الثومه اللي خليت، نقليهم بزيت العود باش غادي نزيدهم لا سوب قبل ما نطحنها. الشوربه ديالنا بانت ليا بان طاب العدس والجزر حتى هو طاب، هكا كتولي في اللون. غادي نزيد عليها هذيك البصله والثومه اللي قلت لكم قليتهم في زيت العود. ونزيد داك شويه الكمون اللي كنت خليت. غادي نطفي عليها ونخليها تبرد قبل ما نطحنها. من بعد ما بردات الصبه غادي نطحنوها. دابا خاصها تكون بحال هكا، بغيت غير نوريكم ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ما فيهاش المكافي باش تجينا، لان شوربه العدس كتكون جاريه ما كتكونش ثقيله. وهكذا غادي نرجعها في الطنجره باش نسخنها قبل ما نقدموها. كتجي بحال هكا، هكذا كتجي، ما كتجيش ثقيله، كتجي جاريه بحال هكا. غادي نسخنوها ونقدموها. وهذا التقديم النهائي ديال شوربه العدس اللي صايبنا اليوم. غادي نقدمها مع هذا الخبز محمص قرملته،
كتجي بحال هكا، ما جارياش ما ثقيلاش، زدت ليها شويه ديال المعدنوس من الفوق. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، وشكرا على المشاهده.